للأسف زهير أنه النازلة التونسية في عين قيس سعيد تقريبا أصبحت نازلة معروضة على طاولات الحوار الدولي والنقاشات الدولية، نازلة تونسية بعد أن كانت فقط تقتصر على مجال الحقوق والحريات والديمقراطية إلى آخره، والعودة إلى المسار الديمقراطي انضاف إليها عنصر جديد هو عنصر الميز العنصري. كيف تقرأ المواقف الدولية؟ هل هناك ثقة اليوم في الموقف الدولي الداعم لعودة المسار الديمقراطي في تونس؟ هل ستساعد هذه الدول على عودة المسار الديمقراطي وتضغط على الرئيس وتوصل الضغط على الرئيس قيس سعيد لإعادة المسار الديمقراطي إلى سكته؟ مهم السؤال. أنا الواقع في عندي فكرة كادر عام لسؤالك هذا، هو أن الربيع العربي هو اتجاه عام نحو بناء الديمقراطية، ولعله تأخر. كانت هناك ثقافة ديمقراطية، كانت النخبة منذ السبعينات تتحدث عن الديمقراطية وتتحدث عن المشاركة السياسية، وأغلب هذه النخبة تم تصريفها إلى فئة كاملة هي تلك الفئات الحقوقية، وهي منزلة أنت لست في مواجهة مع المعارضة مع النظام، ولكنك صديق نوعا ما للمعارضة المضطهدة. الربيع العربي تجاوز هذا وأجاب عن أطروحة أو كسر أطروحة في 2003 في العراق. قالت القيادات الأمريكية وحتى القيادات حتى في العالم، يعني قالوا إن العربي له تقاليد في مقاومة المستعمر، ولكن ليس له تقاليد في مقاومة الحاكم المستبد. واضح؟ وهذا له علاقة بفكرة الاستبداد الشرقي، يعني الاستبداد الشرقي ليس كالاستبداد في الدول الأوروبية، هو استبداد مغلق غير قادر ذاتيا أن ينتقل إلى الديمقراطية إلا بكسر هذا الطوق. وهنا الغزو لعب دورا، مثلما الاستعمار لعب دورا، اعتبر أن الاستعمار لعب دورا إيجابيا في إخراجنا سواء على مستوى المعيشة إلى النمط الرأسمالي أو على المستوى السياسي إلى وضع آخر يختلف عن ما سمي بالاستبداد الشرقي. الثورة التي انطلقت من تونس كسرت هذا. العربي له تقاليد في مقاومة الاستبداد المستعمر، ولكن له تقاليد أرقى في مقاومة الاستبداد. هذا رشح البلاد العربية، وهي سرورة العالم رأوا من غير مبالغة، من جميع الزوايا أن يلعب دور. أنا في تقديري أن القوى الكبرى لم تنتصر بما يكفي لهذا التوجه، بل لعلها لم تكن مساندة. الذي حدث في سوريا يلخص كل هذا، وهي منطقة خطيرة جدا لم ينتبه إليها الذين يدافعون عن الديمقراطية، وكانت مطبا. وفي سوريا يمكن أن تتبين مواقف كل القوى العالمية، ومنها بدأ التراجع لمسار بناء الديمقراطية. أنا أقول أن القوى الكبرى كأنها تحالفت على ألا ينجح هذا المسار. دخلنا مرحلة جديدة. اليوم هناك صراع واضح المعالم بين الديمقراطية التقليدية التمثيلية وتعيش مشاكل دورية، وبين نزعة أخرى هي نزعة شعبوية موجودة حتى داخل الديمقراطية التقليدية، ولكنها في فضاءات أخرى نسميه الشرق، الصين، وجزئيا روسيا رغم أن روسيا غربية، ولكن كأنها ذلك الحاجز بين هاتين القوتين. والمعركة القادمة هي هذه. أنا في تقديري يعني بين الديمقراطية التمثيلية التقليدية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وبين هذه النزعة اليمينية الشعبوية الشوفينية القومية بقيادة الصين، مع من نكون؟ أنا أستحضر الولايات المتحدة الأمريكية ودورها في مشروع مارشال. أهل الاختصاص يعرفون أنه لولا مشروع مارشال لبقيت أوروبا عالما ثالثا. الآن أنت يعني في هذا الصراع، أنا أعتبر أن الولايات المتحدة دورها سيكون إيجابيا
في هذا الصراع، ولم يعد العرب والمسلمون عدوا لها في إطار معركتها الكبرى. لعل هذا ربما قد يبين لنا يعني موقعنا وردود فعل القوى الدولية، مع أن يبقى دائما الشرط شرط داخلي، بناء الديمقراطية هو طبعا هو شرط داخلي.